السؤالان المواليان ورد بشأن مما طلب الضم في إطار وحدة الموضوع من طرف السيد الوزير، ووافق الفريقين المعنيين على ذلك، لذا سنعرضهما دفعة واحدة. الأول يتعلق بانطلاق الموسم الفلاحي. كلمة لفريق التحالف الاشتراكي، تفضل. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدة والسادة المستشارين. انطلق الموسم الفلاحي في ظل تساقطات متواضعة في بعض المناطق وغيابها في مناطق أخرى، خاصة في جنوب المملكة، وهو أمر غير كافي لانطلاق موسم فلاحي بشكل جيد. ومن النتائج الأولية لتأخر التساقطات أو غيابها نقص أو انعدام النبات في مناطق رعي الماشية، مما يلزم المربين باللجوء إلى الأعلاف. وانطلاقا من ذلك، فإن الأمر الأكثر استعجالا بالنسبة للفلاحين والمربين بالخصوص توفير الأعلاف وبأثمان مناسبة ومحاربة الاحتكار والتلاعب في هذه المادة، إضافة إلى تدابير أخرى لمواجهة التأثيرات السلبية على الفلاحة في حالة تساقطات مطرية غير كافية، وهو ما لا نتمناه، علما أن موسم الحرث ما زال لم ينتهي بعد، لكن لا بد من أخذ الاحتياطات اللازمة. فماذا هيأتم السيد الوزير لكل الاحتمالات ولأجل التقليص من انعكاسات تأخر التساقطات على الفلاحة والفلاحين ومربي الماشية؟ وشكرا. الكلمة للسيد الوزير في 6 دقائق، تفضلوا سيد الوزير. سيد رئيس محترم، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، لقد سبق أن أطلعتكم على الإجراءات المتخذة لتهيئ الظروف المواتية للموسم الفلاحي الحالي. هذه الإجراءات كتندرج في إطار توضيد المكتسبات المحققة منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، وفي إطار الوفاء بالتزامات الدولة في عقود البرامج للنهوض بمختلف سلاسل الإنتاج. للتذكير، تهم هذه الإجراءات على الخصوص توفير 2 مليون ديال القنطار من البندور المختارة 25% زائدة على الموسم الفاري، إقرار إعانة جديدة كتهم 17 نوع من الأشجار المثمرة كتراوح ما بين 60% و100% من ثمن اقتناء الشتائل، مواصلة دعم البذور الأحادية مونوجيرم بالنسبة للشمندر 700 درهم، وإحداث دعم جديد لمزارع قصب السكر في 6000 درهم للهكتار، توفير ما يناهز 1,200,000 طن من الأسمدة، مواصلة إعداد خرائط التربة بتعاون مع المجمع الشريف للفوسفات، مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء عبر تجهيز حوالي 50,000 هكتار إضافية لبلوغ 60% من الهدف المحدد، وابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله تشجيع استعمال الطاقة الشمسية في المشاريع المقتصدة للماء، مواصلة برنامج التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر على مساحة 700,000 هكتار، وإرساء برنامج جديد كيهم 3 ديال السلاسل من الأشجار المثمرة، الزيتون والحوامض والورديات، مواصلة تفعيل مختلف البرامج للنهوض بسلسلة الإنتاج الحيواني مع مراجعة الدعم المخصص للإبل ووحدات الإنتاج للحوم والحليب وتحسين السلالات، مواصلة منح المساعدات في إطار صندوق التنمية الفلاحية، الشروع في تنفيذ المنظومة الجديدة لترقيم الأبقار 1,500,000 رأس اللي غادي ترقم، والإبل 80,000 رأس، وتقدم الموسم الفلاحي نعطيه بعد إلى غاية 6 ديسمبر 2013، وصلت المساحة المحوطة 3,450,000 هكتار مقابل 4,300,000 هكتار في نفس الفترة من الموسم الماضي، تقريبا وصلنا 80% من المساحة اللي وصلنا فيها الموسم الماضي في 6 ديسمبر. بلغت المبيعات ديال البذور ديال الحبوب 1,000,000، أي 50% من الكميات المتوفرة، وتراجعت بقدر 12% مقارنة مع الموسم الماضي.
بالنسبة للأسمدة، قام المجمع الشريف للفوسفات بتزويد مهني القطاع بحوالي 72% من الكمية المبرمجة، والتي تصل إلى 1,200,000 طن، منها 620,000 طن من الأسمدة الفوسفاتية، وكتبلغ المساحة المزروعة 2,900,000 هكتار مقابل 3,220,000 هكتار خلال الموسم الفارض، أي 90%. عندك 6 دقائق سيدي. عندي 6 دقائق، اسمح لي اسمح لي. أما الحبوب الخريفية هي 2,580,000 هكتار، منها 8% بالمناطق المسقية مقابل 2,900,000 هكتار الموسم الفارض، أي 90% مما أنجز الموسم الفارض في نفس الهكتار، مع الأشارة أن أمطار العشرية الأخيرة لشهر نوفمبر ستساعد على الرفع من وتيرة الزرع، علما أن فترة الزرع تمتد إلى منتصف شهر يناير بالمناطق الجبلية. أما القطاني الغذائية 37,000 هكتار مقابل 83,500 هكتار خلال الموسم الفارض، وكتهم أساسا الفول والجلبنة، تقريبا 80% من البرنامج الموسم الفارض. الزراعة الكلائية 245,000 هكتار مقابل 220,000، يعني فقنا ب 10% داكشي اللي كان تزرع في السنة الماضية. والزراعة السكرية الشمندة السكري وصلنا ل 50,000 هكتار، 94% من المساحة اللي هي مبرمجة، ومقابل 37,000 هكتار، أي 153% من البرنامج ديال السنة الماضية. إذا رجعنا لواحد النمو اللي هو جد إيجابي في الميدان ديال القصب ديال الشمندر، وتزرعت 3,115 هكتار جديد من قصب السكر، وهنا كنشوفوا حتى كذلك كاين اعتناء جديد الان بقصب السكر مع الدخل ديال الدعم ديال الدوله في هذا الميدان. وشكرا. شكرا. اذا الكلمه لفريق التحالف الاشتراكي في اطار التعقيب، تفضل. شكرا سيد الوزير، السيدات والساده المستشارين. بعد عراك مرير في الذي تداخل فيه ما هو سياسي وما هو اقتصادي ومصلحي، كنتم تقودونه منذ مدة طويلة من أجل البرهنة على سيادة المغرب وحريته وقدرته على الدفاع عن مصالحه بكل حرية وبكل سيادة، فهنيئا لكم سيد الوزير على هذا ما حققتموه في هذا المجال، وأنا متيقن بأنه من محاسن ولولا المغرب الأخضر لما كانت المعركة سهلة، بل ستكون شرسة وأكثر خطورة. وهذا المغرب الأخضر الذي أصبح الآن الوجه الأخضر للمغرب يستقطب ليس فقط الدول المجاورة، بل يستقدم الدول البعيدة وبالخصوص في أفريقيا. تجربة نماها المغرب خلال 7 سنوات، فخور بأنها رائدة يجب دعمها والعمل على الوصول إلى أهدافها. في كذلك سيد الوزير، هناك بوادر الخوف لدى الفلاح المغربي، ونحن في آخر شهر جنبير وفي أيام الأخيرة من الموسم الفلاحي، خوف يتزايد حول أزمة البذور، حول أزمة المياه، حول الدعم المطلوب، حول ما هو مقرر حتى في المغرب الأخضر. أجبتم عن ذلك كعادتكم بالإعلان عن استباقية في تناول ما هو متوقع بروح عالية وبطمأنينة كبيرة، ونحن لم نفقد الأمال، والشعب المغربي والفلاحين لم يفقدوا الأمال، ما زال هناك حدود لإنجاح وانطلاق السنة الفلاحية المثمرة. وشكرا وزير. في 4 دقائق. كان السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، احنا واعون بأنه الموسم الحالي كيعرف ظروف مناخية
يعني صعبة كتمثل في تأخر سقوط الأمطار وتوزيعها غير منتظم. هذه الأمطار الأخيرة مكنت من تداوك العجز المسجل عند انطلاقة الموسم، حيث بلغت معدل تساقطات تقريبا 88 ملم، ما يعادل حوالي 70% من سنة اللي هي عادية أو لا يمكن نقوله متوسطة. فاللي يمكن نقول أنه عندنا دي زانديكاتور اللي كيقولوا بأنه الأثمنة ديال الأعلاف المنتجة محليا عرفت واحد الارتفاع اللي هو قليل، هي فقط 3% بالنسبة للشعير والتفل ديال الشمندر، وبقات مستقرة بالنسبة للأتبان والنخلة، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ثمن المشية أثمان المشية تغير ما وقعش على واحد التغيرات مهمة، ولكن وصلت طلعت 5% بالنسبة للأبقار ذات الصنف الأصيل، و 4% بالنسبة للنعاج، وحتى 18% بالنسبة للأبقار ذات الصنف المحلي. حتى الحيوانات ديال التسمين عرفت واحد المعدل بالنسبة للأثمنة ديال المشية المخصصة للتسمين والذبح ارتفاعا قرابة 4%. هاد الثمنات ديال السوق كيبينوا واش كاينه ازمه، يعني واش الثمن طيح ديال المشيه، واش الثمن طيح ديال العلف. لحد الساعه كاين واحد التكافؤ، نتمناو على الله ان شاء الله ان يمننا ان شاء الله بالفضل ديالو بالشتاء ديال الخير في الايام والاسابيع المقبله، حتى تكون الفلاحه فلاحه ناجحه. لانه رغم هذا الشيء كله اللي كنقولوا، فحقيقه الفلاحه خداو الكوراج ديالهم وعملوا زرعوا وخدموا الارض ديالهم وما تاخرناش بزاف. يلا عندنا 10% 20% بالنسبه للسنه الماضيه اللي كانت فيها امطار اللي هي جات مبكره، ونتمنوا على الله انه تكون امطار الخير باش السنه تكون مربوحه. على اي الوزاره تتبع عن كتب ما يقع ويكون الخير ان شاء الله، وإلا كانوا مشاكل غادي نكونوا باش نكونوا بالبرامج اللي خصها تكون مع جميع المناطق المغربية. وشكرا.